بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما
أحسنوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى
عصيه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما اصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ياتيكما. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر
الشق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما
ليل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل
ربي يوسف فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وآتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك
إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد
يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا سوء وشر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، خشعت له الأصوات ووجلت له القلوب، ارحمنا برحمتك يا ودود يا ودود. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب يا ودود يا ودود. اللهم ارزقنا الصلاة ذات الخشوع، واجعلنا من المحافظين عليها، واجعل قرة أعيننا في الصلاة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض
مريض مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا وفي ليلتنا هذه فمنا المحسنون وأكثرنا المقصرون المذنبون وأكثرنا المقصرون المذنبون ومنا الشباب ومنا الشيوخ ومنا النساء والأطفال اجتمعنا لنرجوك رجاء من كثرت ذنوبه اجتمعنا لنرجوك رجاء من كثرت ذنوبه فأتاك مقبلا دليلا تائبا باكيا فأتاك مقبلا دليلا تائبا باكيا اللهم اغفر لنا في ليلته هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله سبحانك 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 ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اصلحهم اللهم خلقهم بالقرآن اللهم اقذف في قلوبهم نور القرآن ونور الإيمان اللهم اسلك بهم سبل النجاة اللهم اجعل مستقبلهم زاهرا وذلل لهم الصعاب اللهم ارزقهم العمل الطيب والمسكن الطيب والأزواج الصالحات اللهم ارزق أخواتنا العفة والثبات والمحافظة على الحجاب اللهم ارزقهن اتباع الصالحات اللهم ارزقهن الأزواج الصالحين وأسعدهن في الدنيا والآخرة اللهم اجعل نساءنا من المسلمات المؤمنات الصالحات المصلحات الحافظات للغيب بما حفظت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنفق على المنفقين في سبيلك اللهم أنفق على المنفقين في سبيلك في هذا الشهر المبارك اللهم أخلف لهم بالخير الكثير والرزق الوفير والحلال الطيب الغزير اللهم أخلف لهم ما أنفقوا
وأنفقوا في سبيلك كما وعدتهم في كتابك أضعافا مضاعفة وارزقهم من حيث لا يحتسبون رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وغفار تحب المغفرة فاغفر لنا ورحمن تحب الرحمة فارحمنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم خلقنا بالقرآن. اللهم أدبنا بالقرآن واجعله حجة لنا لا علينا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بأحكام القرآن. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إن إخوانا لنا قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن إخوانا لنا قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عجل نصرهم يا قوي يا متين يا قوي يا متين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ووفق ملك البلاد وقائدها إلى الخير وأعنه عليه. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم أصلح به وعلى يديه وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تعينه على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم
فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.